السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 2 من سلسلة تمارين دالة اللوغاريتم النبيري. إذا في التمرين إن شاء الله غنتكلموا على كيفية تحديد مجموعة تعريف دالة اللوغاريتم النبيري. نبدأ بالتعريف. إذا لتحديد مجموعة تعريف دالة اللوغاريتم النبيري هناك حالتان. الحالة الأولى هي الحالة العامة، كيكون عندنا fx تساوي ln ux. إذن في الحالة ديال f تساوي المجموعة لونسون ديال x كتنتمي ل R، بحيث x هنا خص يكون شرطان، x كتنتمي ل ديال u أي مجموعة تعريف ux، والشرط الثاني خص يكون ux أكبر قطعا من الصفر. دائما ما بداخل الآلة خص يكون أكبر قطعا من الصفر. في الحالة الثانية هي ملي كيكون عندنا f x تساوي ln ديال ux كاري. إذن في هذه الحالة حنا كنعرفوا بأن u x عندنا مربع، يعني راه كتكون اكبر او تساوي الصفر. اذا شنو كيبقى لك؟ كيبقى لي خاصها تكون تخالف الصفر، لان اكبر او تساوي ماذا تعني؟ تعني بان u x راه اما اكبر قطعا او تساوي الصفر. اذا اما اكبر قطعا او تساوي الصفر. اذا كيبقى لنا الاشكال غير في الصفر، وبالتالي مجموعة التعريف كتكون كتساوي لنا x كتنتمي ل R، بحيث x كتنتمي ل D U و x تخالف الصفر. نفس العملية ملي كيكون عندنا القيمة المطلقة. إذا دائما ما بداخل دائما القيمة المطلقة كتعطيني عدد موجب، إذا كيبقى لنا الإشكال غير في الصفر، خاصها تكون تخالف الصفر، أما هي راه كتكون موجبة. ندوزو دابا للتطبيق. إذا لتكون دي مجموعة تعريف الدالة f و x عنصران من r. إذا نبدأ بالدالة الأولى، f ل x تساوي ln ناقص x. إذا x كتنتمي لديت f تكافئ. هنا كندير الشروط ديال وجود الدالة. إذا شنو هي الشروط؟ أول شرط سيكون ما بداخل ln أكبر قطعا من، يعني أكبر قطعا من الصفر. إذن تكافئ. إحنا عندنا ناقص x أكبر من قطع من الصفر، كنضربو في ناقص واحد باش نبدلو الإشارة، كتولي x أصغر قطعا من الصفر. إذن ديد f هو المجال ناقص للنهاية صفر. إذن مجال مفتوح من جهة الصفر، لأن عندنا x أصغر قطعا من الصفر. الدالة الثانية، تحديد مجموعة تعريف الدالة f لx تساوي ln ديال واحد ناقص القيمة المطلقة ديال x. إذا x كتنتمي ديت f ماذا تعني؟ تكافئ. إذا خص دائما ما بداخل الآلين يكون موجب قطعا. إذا واحد ناقص القيمة المطلقة ديال x أكبر قطعا من الصفر. إذا هاد ناقص قيمة المطلقة ديال x عند الطرف الثاني، غيبقى لنا واحد أكبر من القيمة المطلقة ديال x. إذا يمكن لي نكتبها القيمة المطلقة ديال x أصغر من واحد. تعني ماذا؟ تعني أن x إما خصها تكون أصغر من واحد أو أكبر من ناقص واحد، وبالتالي المجال هو ناقص واحد واحد. إذا ديال f كيساوي المجال ناقص واحد واحد. إف لـ x يساوي الـ ln ديال x زائد واحد على الـ ln ديال x ناقص جوج. إذا x تنتمي إلى ديد f تكافئ. إذا ما بداخل الـ ln موجب قطعا. إذا يعني x زائد واحد أكبر قطعا من الصفر، و x ناقص جوج أكبر قطعا من الصفر. وعندي كذلك شرط ثالث هو المقام. المقام خصو يكون يخالف الصفر، و الالان ديال اكس ناقص جوج تخالف الصفر. اذا خص تحقق سته ديال الشروط، يعني في ان واحد، يعني هنا عندنا هو، يعني تكون هاد الشرط وهاد الشرط وهاد الشرط. اذا اكس زائد واحد اكبر من صفر، يعني اكس اكبر من ناقص واحد. x هنا نديو ناقص 2 للطرف الثاني، يعني x اكبر من ناقص اكبر من 2،
وعندنا الالين ديال اكس ناقص جوج تخالف صفر، اي ان الالين ديال اكس ناقص جوج تخالف ماذا؟ الالين اللي كيعطيني الصفر هو الالين ديال واحد، الالين ديال واحد. اذا عندنا اكس اكبر من ناقص واحد واكس اكبر من جوج، هو يعني ان اكس اكبر من جوج، لان اللي كانت اكس اكبر من جوج راه اوتوماتيكمون اكبر من ناقص واحد، اذا اكس اكبر من جوج. الالين ديال اكس ناقص جوج يخالف الالين واحد، يعني ان اكس ناقص جوج تخالف واحد، يعني ان اكس تخالف داك جوج ناقص جوج غندوها الطرف الثاني غترجع جوج، اي جوج زائد واحد يعني ثلاثة، و اكس اكبر من جوج. اذا جوج ديال الشروط، اذا هنا ممكن نمثلهم في واحد المستقيم باش نفهم اكثر. اذا عندنا مستقيم مدرج صفر وعندنا جوج وكاين ثلاثة، اذا اكس اكبر من جوج يعني هاد النقط اللي كاين هنا، هاد الاعداد اللي كاين هنا، واكس يخالف ثلاثة. اذا حد نوى يعني كندير التقاطع هاد المجال وهاد المجال، يعني خص العدد يكون كينتمي لهاد المجال ولهاد المجال، يعني يكون كيخالف الصفر واكبر قطعا من جوج. وبالتالي مجموعة التعريف هو المجال، عدد اللي كينتمي للمجال جوج ما عدا العدد ثلاثة، يعني جوج ثلاثة اتحاد ثلاثة زائد لا نهاية. اف لإكس تساوي واحد على إكس ألين إكس، إذا إكس تنتمي إلى الضد إف تكافئ. هنا كنديرو الشروط، إذا ما بداخل الألين خصو يكون موجب قطعا، المقام كذلك يخالف الصفر، إذا حنا عندنا إكس أكبر قطعا من الصفر و إكس ألين إكس تخالف الصفر، إذا إكس راها أكبر قطعا يعني راها تخالف الصفر، إذا إكس أكبر من الصفر و ألين إكس تخالف الصفر، يعني تخالف الألين ديال واحد، لأن الألين الواحد راهي صفر. إذا إكس أكبر من الصفر و إكس تخالف واحد، إذا إكس أكبر من الصفر وتخالف واحد، يعني المجال يعني الضد إف هو المجال صفر زائد لا نهاية ما عدا النقطة واحد، أي صفر واحد اتحاد واحد زائد لا نهاية. الآن إف لإكس تساوي الآلين ديال القيمة المطلقة إكس زائد جوج على إكس ناقص واحد، إذا إكس تنتمي إلى ضد اف تكافئ. حنا عندنا القيمة المطلقة، إذا شنو كتقول القاعدة؟ كتقول بأن خصو يكون التعبير يخالف صفر فقط، لأن أصلا راه موجب. إذا إكس زائد جوج على إكس ناقص واحد يخالف صفر، وكذلك عندنا مقام، مقام يخالف صفر. إذا المقام يخالف صفر، وعندنا إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد، يعني هذه أصلا راها كتخالف الصفر، إذا كيبقى لنا إكس زائد جوج تخالف الصفر، لأن اللي كان عندنا أ على بي كتخالف الصفر، بي راه أصلا مقام وبالتالي راه دائما تخالف الصفر، إذا كيبقى البسط يخالف الصفر، إذا إكس تخالف ناقص جوج. إذا إكس تخالف ناقص جوج يعني أن ضد إف هو المجال ناقص لا نهاية جوج اتحاد جوج زائد أو ناقص جوج زائد لا نهاية، أو لا ندير إر ناقص ناقص جوج، يعني إر محرومة من العدد ناقص اثنان. اف لإكس تساوي واحد على واحد ناقص ألين إكس، إذا إكس تنتمي إلى ضد إف تكافئ. إذا هنا كندير الشروط، إذا الشرط الأول ما بداخل الألين خصو يكون موجب قطعا، إذا إكس أكبر قطعا من الصفر. الشرط الثاني عندنا مقام، يعني يخالف الصفر، يعني واحد ناقص ألين إكس تخالف صفر، إذا تكافئ إكس أكبر من الصفر و
ناقص ln x كندور الطرف الثاني، كيبقى عندنا ln x تخالف واحد، والواحد راه هي ln e، اي تخالف ln e. اذا x اكبر قطعا من الصفر، و x تخالف ln e او تخالف e، يعني x اكبر من الصفر وتخالف e، اذا هو المجال ناقص لا نهاية أو المجال عفوا صفر أ اتحاد أ زائد لا نهاية. اف الإكس تساوي الجذر ديال واحد ناقص ألين إكس، إذا إكس تنتمي إلى ديد إف تكافئ. إذا ما بداخل ألين أكبر قطعا من الصفر، وحنا عندنا الجذر دائما ما بداخل الجذر خصو يكون اكبر او يساوي صفر، يعني واحد ناقص ln x اكبر او يساوي صفر. اذا x اكبر قطعا من الصفر ناقص ln x نديوها للطرف الثاني غتولي واحد اكبر من ln x، وممكن نكتب ln ديال x اصغر من واحد، واحد هي ln ديال e اي اصغر من ln ديال e. إذن x أصغر من e و x أكبر من صفر. إذن هنا خصني ندير التقاطع هاد المجالين. شنو هما هاد المجالين؟ عندنا هنا صفر، إذن x أكبر يعني هاد المجال هذا، و x أصغر من e يعني e راه هي جوج فاصلة شي حاجة، إذن e كاينة هنا يعني أصغر، يعني هاد إذا التقاطع كيكون هو المجال صفر أ، يعني ديد إف هو المجال صفر. إذا هنا عندنا أكبر قطعة يعني صفر مفتوح، وأصغر أو تساوي يعني هنا تكون مغلوق من الجهة ديال أ، إذا المجال صفر أ. إكس كتنتمي لديد إف، إذا الشرط الأول ما بداخل الألين أكبر قطعا من الصفر، يعني x أكبر قطعا من الصفر، والشرط الثاني عندنا جذر، يعني ما بداخل الجذر خصو يكون موجب قطعا، إذا الألين كاري ديال x ناقص الألين ديال x أكبر أو يساوي صفر. إذا x أكبر من الصفر، هنا ممكن نعملو بالألين ديال x، غيبقى عندنا الألين ديال x ناقص واحد أكبر من الصفر. إذا هذا متراجحة، يعني ممكن ندير الجدول ونحدد الإشارة ديال الجودة ln x عامل ln x ناقص واحد، ومن بعد نحددو مجموعة التعريف. إذا ln x تساوي صفر، يعني غنشوف في كتنعدم ln x، إذا x كتساوي صفر يعني أن صفر يعني هي ln ديال واحد، أي x كتساوي لنا واحد، إذا ln x كتنعدم في واحد، وعندنا ln ديال x ناقص واحد تساوي صفر يعني تساوي واحد، يعني تساوي ln ديال واحد e، أي أن x كتساوي e، إذن ln x ناقص واحد كتنعدم في e. إذن هنا ممكن ندير واحد الجدول بهذا الشكل هذا، إذن ln x، وهنا غادي نديرو ln x ناقص واحد، المجال هو صفر زائد لا نهاية لأن x أكبر قطعا من الصفر. إذا الهدف هو نحدو الإشارة ديال الجداء، الجداء ln x، ln x ناقص واحد. إذا قلنا ln x كتنعدم في الواحد، وكذلك الجداء هو كينعدم في الواحد، و ln x ناقص واحد كتنعدم في e، حتى الجداء راه كينعدم في e. ln x ملي كتكون x اكبر من الواحد راه كيكون الln موجب، ملي كتكون اصغر من الواحد كيكون الln سالب. هنا راه عندنا واحد بار لان خصو يكون غير معرف، لان اصلا x تخالف الصفر. ln x ناقص واحد كتنعدم في الاو، هنا زائد وهنا ناقص، اذا عندنا زائد ناقص زائد. إذن هاد التعبير ln x عامل ln x ناقص واحد كيكون موجب في المجال صفر واحد اتحاد e
زائد لا نهاية. عندنا أكبر أو تساوي صفر، ولكن إكس أكبر قطعا من الصفر. إذا ديت إف شنو هو؟ شنو قلنا هو هذا المجال، اتحاد هذا المجال، لأن كنشوف هنا المجالات الموجبة، مجالات الموجبة، ولكن إكس أكبر قطعا من الصفر، يعني هنا إكس خصها تكون أكبر قطعا، يعني المجال مفتوح صفر واحد اتحاد. إذا هنا واحد المجال مغلق، لأن هنا عندنا الصفر، وبالتالي أصغر أكبر أو تساوي، يعني ممكن تساوي الصفر اتحاد أو زائد لا نهاية. إذن هذه مجموعة تعريف هذه الدالة. الآن f x تساوي ln ديال x مربع ناقص 3x زائد 2. إذن بنفس الطريقة x كتنتمي لديت f تكافئ ما بداخل ln، خصو يكون موجب موجب قطعا. إذن x كاري ناقص 3x زائد 2 أكبر قطعا من الصفر. إذن خصني نحدد الإشارة ديال هذا التعبير هذا اللي هو عبارة عن حدودية من الدرجة الثانية. إذا كندير دلتا الحدودية، إذا هي ناقص بي أو كاري أي تسعود أي ثلاثة أس اثنان ناقص أربعة في أ في سي أي أربعة في جوج. إذا تسعود ناقص ثمانية يعني واحد. إذا الحدودية لها حلان، الحل الأول إما إكس كتساوي ثلاثة، إذا عندنا بي ناقص جذر جوج يعني ثلاثة ناقص واحد على جوج، أو إكس تساوي ثلاثة زائد واحد على جوج. إذا ربعة على جوج هي جوج، وهنا جوج على جوج هي واحد، يعني أن هذه المعادلة هي معادلة من الدرجة الثانية. إذا مادام ديرتها أكبر من صفر هاي تقبل حلان، الحل الأول هو واحد والحل الثاني هو جوج. إذا غادي نديرو جدول الإشارة، إذا جدول الإشارة احنا عندنا ناقص لا نهاية زائد لا نهاية. إذا كتنعدم قلنا في واحد جوج، إذا هنا عندنا إكس كاري ناقص تلاتة إكس زائد جوج. إذا خارج الجذرين كتكون عندنا إشارة أ، في هاد الحالة راه هي واحد، واحد إكس كاري، وداخل الجذرين عكس إشارة أ. إذا احنا عندنا خص التعبير يكون أكبر قطعا من الصفر، يعني في هاد اتحاد هاد المجالين بجوج أكبر قطعا، يعني هاد لي بوغ ما داخلينش. إذا ديد إف خصو يساوي لنا ناقص لا نهاية واحد. إذا ديد إف هو اتحاد المجالين ناقص لا نهاية واحد، المجالين قلنا ما داخلش لأن أكبر قطعا من الصفر اتحاد جوج زائد لا نهاية. إف لإكس تساوي إلين إكس ناقص واحد زائد إلين جوج ناقص إكس. إذا بنفس الطريقة إكس تنتمي إلى ديت إف تكافئ. إذا ما بداخل الإلين خصو يكون موجب قطعا، يعني إكس ناقص واحد أكبر قطعا من الصفر، و جوج ناقص إكس أكبر قطعا من الصفر. إذا ناقص واحد ندير الطرف الثاني، يعني إكس أكبر قطعا من واحد، و إكس أصغر قطعا من اثنان. إذا اتحاد هاد المجالين هادو بجوج. إذا هنا ممكن ندير واحد المستقيم مدرج. إذا هنا عندنا صفر، عندنا الواحد، وعندنا جوج. إذا عندنا إكس أكبر قطعا من واحد، يعني في هذا الجزء هذا، وإكس أصغر قطعا من جوج، يعني في هذا الجزء هذا. إذا تقاطع ديالهم، يعني تقاطع، يعني النقط أو العدد خصها تنتمي للمجالين بجوج. إذا التقاطع هو صفر واحد. إذا ديد إف كتساوي لنا المجال واحد اثنان وليس صفر واحد، إذن واحد اثنان.